المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. قال الرب: تعلموا مني إني وديع ومتواضع القلب، تجدوا راحة لنفوسكم. فيا أيها الرب الإله يد السلطان القدير، إن نفسي تجد الراحة فيك أنت، لأنك أخذت طبيعتنا، أخذت صورة العبد وتنازلت حتى أنك غسلت أرجل تلاميذك. فأتذكر هذه الكلمات لأقول لك: أعطني يا رب أن أكون دائما في حضرتك، فإنك قد أعطيتني قدوة لأصنع أنا أيضا مثلك، لأكون خادما محبا عطوفا. أيها الرب الإله، أنت هو الطريق والحق والحياة، الذي إذا تبعته أصل إلى ذلك الفرح الذي وعدتني به. فأتضرع إليك يا يسوع، يا رب، يا إلهي، أن ترسل لي أيضا نعمتك في كل مرة أجد فيها نفسي ضائعا، لكي أتجه نحوك. أنت الإله، أنت المخلص، أنت الفادي. فيا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك لكي نمجدك في كل عمل صالح. فإنك مبارك كل حين، الآن وكل أوان، وإلى دهر الداهرين. آمين.